السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير. كي دايرين مع هاد العواشر؟ كلشي مزيان. اليوم غادي نقدم لكم واحد الحلوة الشوكولات اللي هي سهلة، بجوج ديال المكونات. هنا درت الشوكولات في البان ماري او حمام مريم، ذوبتو غير بوحدو. هنا عندي نسلي كاراميليزي. دونك غادي نبداو على بركة الله. غادي ندير شويه د الشوكولاته هو الاول. وغادي نزيد عليه نسلي كاراميليزي فوق منه شويه. وغادي ندير عليه عاود تبقى ديال الشوكولات اللي غتغطي ديك الكراميل بهاد الطريقة هادي. وغادي نجي هنا انا وجدت هاد السينكات هادو بالالوان. غادي نجي وغادي ندير بحال هكا باش تجي على شكل سليلة. وهنا عندي شوية ديال الكركاع وشوية ديال هاد لي بيرل اللي غنزين بيهم. دونك وحدة غادي نحاول ندير فيها هكا طريف الكركاع، والثانيه غادي ندير فيها لي بيرل. دونك نمشيو بهذه الطريقه عليهم كلهم، دائما شويه ديال الشوكولات ونسلي اللي هو كراميل، وعاود كنغطيو بالشوكولات. تغطى بالشوكولات وكنجيو عاوتاني لباندا اخرى او سينتا ونعاودو نغرسوها بهاد الطريقة هادي. هاي بحال هكا. هنا غادي ندير في هادي غادي ندير هاد لي بيرل، نزينها بلي بيرل. نكمل معاكم عاوتاني في هذا الشكل هذا الاخر بنفس الطريقه بنفس الطريقه. ها هي شويه د الشوكولات وشويه ديال النسلي. وندير عاوتاني لون اخر. وما غنبقى نخالف، مره غادي نضرب طريف الكركاع، مره غادي ندير هاد لي بيرل هادو، وهاد السينتات هادو راهو ما هادو اللي كنشريو من المحلات ديال الحلوى. هكا كنقطعهم انا هكاك بالقياس على القياس. دابا غادي نكمل هاد الشكلاط اللي عندي مع نسلي وغادي نطلقوه من بعد ان شاء الله. دابا غادي ندوزو للشكل الثاني ديال الحلوه. بما ان بقى عندي هذا باقي ليا شاط المية ليا منه بزاف، ولقيت عندي واحد شويه ديال الكوكو، اذا غادي ندير واحد الشكل الاخر اللي هو حتى هو سهل. دونك هنا عندي واحد 150 غرام ديال الكوكو، وهنا غادي نزيد عليه هاد 7 غرام ديال هاد البودغ ديال الكاكاو، وغنزيد عليه اللوز اللي ها هو قرطتو هكا صغير. غادي غير واحد 25 غرام ديال اللوز، وغادي نبدا نخوي عليهم هاد الحليب المركز كراميليزي. غادي نشوف على حسب، غادي نبدا نخلط. غادي نبدا نخلط حتى يتجمع ليا الخليط.
صافي غنكمل هكا حتى يتجمع لي الخليط ونطلق معكم. الخليط ها هو تجمع. دابا غادي نحاول ندير كبارات صغيورين على قد هاد القويلبات او الكويرطات. شوف عيني ميزاني. وهنا اختاريت غادي نمرمد وحدين في فيرميسال الشوكولات وحدين في هاد الفيرميسال الملونه. ناخذ الكويرة الثانية. هادو كيجيو لذيذين بزاف، كيجيو مقرمشين ديك اللوز قلب منهم. دانا الثانية غادي نديرها في هاد الفيرميسال بالألوان، غتعطي تاهي النظرة تجي زوينة. هاكا غادي نكمل عاوتاني وحده اخرى نوريها ليكم، يعني نفس غندوز بنفس المرحلة. وحده غادي ندير فيها هادو شكلاط، وحده غادي ندير فيها فيرميسال. دابا انا غير باش نوريكم، ولكن انا غادي نديرهم كويرات تعيد نسالي عاد غادي نمرمدهم في هاد الشكلاط او في هاد. انتم كيجيو المنظر رائع، حتى المذاق راه كيجي غزال. اذا غادي نكمل دابا هاد الكويرات ديالنا وغادي نرجع معكم للتقديم النهائي. حلوة هاي الثانية هاي وجدات، كتجي حتى هي شكل زويون ومذاق رائع، وكتبقى دائما حتى هي حلوة اقتصادية، لأن دائما هذا راه باقي ليا عامر، يعني درت منه غير شوية باقي عامر، دونك غنعاود نزيد ندير منه حاجات أخرين من بعد. وها هما هاد جوج شكيلات شكل الاشكال النهائيه هي كنقدمها لكم الصحه والراحه. وانا دابا غادي نمشي نديرهم في الثلاجه باش لان كينصاد بزاف غيدوبوا دغيا، دونك غنمشي نديرهم في الثلاجه باش يبقاو صاينين وكنقدمهم لكم بالصحه والراحه. واللي عجبو الفيديو يشترك في القناه ديالي، يدير لايك ويدير تعليق، وخليوا لي التعاليق الزوينه ديالتكم اللي دائما كتروقني، والضغط على زر الجرس ليجي لي باش يجيكم كل جديد، ونتلقاكم ان شاء الله في فيديو قادم مع دائما الجديد.